طيب شكل الفريق يا أستاذ محسن بعد انضمام الصفقات الجديدة، رضا سليم، إمام عاشور، عودة المعارين مرة أخرى، ندفد، صلاح، محسن، شايف إزاي التوليفة دي؟ شايف إزاي كولر هيعمل ده؟ طبعا في ظل أكيد السؤال عن رأس حربة ويعني عن مهاجم، شايف إزاي شكل الفريق وإزاي ممكن كولر إن هو يستفيد من الصفقات دي وعودة المعارين مرة أخرى في الموسم الجديد؟ كنت بقول لحضراتكم من شويه ان النادي الاهلي بيبقى عنده تجديد الحافز، عوده المعارين واللعيبه الجدد هم اساس الحافز، لان دول بقى اللي ايه جايين جداد في الاهلي، حتى لو خدوا بطولات مع انديتهم زي مثلا رضا سليم كده او امام لما كان في الزمالك، برضه يهمه ياخد بطوله بفنانه النادي الاهلي، نادي طبعا. كبير، وبعدين مقبلين على مباراه ببطوله اللي هي السوبر الافريقي. فده دول تحديدا اللي بيجددوا الحافز. المعسكر مهم في الجزئيه دي، واعتقد طبعا كولر مدرب اثق فيه تماما ان هو بيقدر يعمل الخط الانسجام. لسه كنا الانسجام ما بنتكلم بين ده اللعيبه في بالظبط، بدايه الحلقه الحقيقه. يعمل الانسجام ده بحيث ان هم دول هيكون المعول الاساسي عليهم، لان ايه مش طبعا هو مش ده طبيعي النادي الاهلي لو خسر بطوله ده بيبقى طبيعي عنده، لكن بص تلاقي ايه رصيده يسمح، اللاعب رصيده يسمح لانه واخد كتير، لكن الجداد لسه ما عملش حاجه فما فيش رصيد اصلا. فعشان كده الحافز موجود اكتر عند اللعيبه الجداد. وحسن انفعال طبعا النادي الاهلي طبعا لا خلاف على قيمه امام عاشور الفنيه، مهم جدا لاعب زي رضا سليم، مهاجم وهداف الدوري المغربي، افضل لاعب، حتى كنت بتابع اخر ماتشات مع الجيش الملكي، هو اللي حاسم لهم البطوله اصلا. صحيح. يعني البطوله جابها رضا سليم للنادي الجيش الملكي بعد البلس 90، الدقيقه 92 كانت رايحه للوداد، كان بيلعب مش متذكر الفتح الرياضي تقريبا، وبعدين هو كان بيلعب تحت طنجه، كسب في الدقيقه 92، عمل شكل دراماتيكي غريب جدا حتى لو كان بضربه جزاء على فكره، بس لاعب يشوط ضربه جزاء يجيب بها بطوله والجيش الملكي مش حامل اللقب ده، خد بطوله تقريبا من 8 سنين او حاجه زي كده، يجيب بها بطوله في توقيت زي كده، ده لاعب اعصابه من حديد يستحق يكون نجم موجود في احنا ان النادي شاء الاهلي. الله مستنيين منه كتير ومستنيين من امام عاشور كتير وكل اكيد المنضمين طبعا. حديثا للسكواد الاهلاوي.